كريم بانسينول. الكريم ده يا جماعه كريم فرد قوي جدا لفرد الشعر ده والتقصف، كتير اتكلمت عليه يا جماعه قبل كده في فيديو من سنه، وناس هجمتني وبعد كده النتيجه طلعت 100% كويسه. الكريم ده بمثابه كرياتين طبيعي. طيب احنا عايزين نفرد الشعر بس؟ لا، احنا عايزين ترطيب، هو اصلا مخصص للترطيب. فاحنا ان شاء الله هوريكم ازاي دلوقتي احنا بندخلها في الشعر وازاي نضيع. بصوا يا جماعه، بصوا المشكله ان احنا بنستخدم الزيوت، كل ده اثر زيوت، بس الزيوت استخدام بطريقه غير صحيحه، فبالتالي بيعمل معانا التقصف واللون المختلف اللي بيبقى فيه. بصوا يا جماعه، ده لون وده لون. بصوا او واضح في الصوره، مش عارف واضح عندكم ولا لا، بس المهم اللي انا اللي ظهر قدام عيني الاطراف محروقه بالكريم يا جماعه ب 9 جنيه في الصيدليه. طب الكريم ده بس اللي هنستخدمه في الوصفه النهارده؟ لا، هنستخدم معانا الريفو، برشام الريفو الصداع بتاع زمان ده، الاسبرين، كل المسميات. الاثنين دول مع مكون ثالث في الوصفه هندمجهم مع بعض، المكون رهيب. بس ست الكل، اول حاجه برشام الريفو اللي انا اتكلمت عليها وفي الوصفه هنستخدمه، برشام الريفو، وهنجيب زيت جوز الهند، وطبعا المرهم اللي انا اتكلمت عليه في اول الفيديو. بص اهو احنا بنعمل كده عشان نبقى مركزين، هتجيبي برشامه زي دي وهتحطيها في الكوبايه، هتسيبيها تدوب كده المرهم، هتفضي طبعا، انا مفضي هفضي كله بس او بلاش كله، انت هتفضي الكميه بتاعتك على حسب طول شعرك، على حسب كمية شعرك، عشان كل ده يتحط قدام حضراتكم دلوقتي. وهتجيبي زيت، تجيبي نظام معلقة كده، معلقة من زيت جوز الهند، حمام كريم، أي حمام كريم عندك. أنا أفضل لك طبعا فشكل واتكلمت عليه، إنما أنا بتكلم في موضوع الريفو طبيعي بيتحول للكمية زي ما انتوا شايفينها كده، ما بيبقاش فيه البرشام، القرص ما بيبقاش موجود. هتجيبيها وتحطيها، بص بيبدا يتقل اهو اهو، شعره وهو مبلول في اضعف حالاته، يعني بيبقى يقدر يستقبل اي ماده، اي وصفه، اي حاجه نقدر ندخلها في الشعر وهو ايه مبلول. نركز على كده جميع الوصفات يا جماعه، طول ما الشعر معاكي مبلول تقدري تتحكمي فيه زي ما انت عايزه، وهو ناشف مش هيقدر ياخد منك القدرة الكافية او هتقدري تديله القدرة الكافية في التغذية او في اي وصفة انت بتعمليها. الاطراف، ركزي على الاطراف. جوز الهند يا جماعة مع الريفو قوي جدا، قوي جدا مع البنسنول. البنسنول ده مرطب فوق العالي بمسافة كرياتين، حاولوا ان انتوا توصلوا للشعر كله بنفس الطريقه كده. انا بما ان انا عندي الاجهزه بتاعتي اقدر استخدم الفوطه السخنه والحاجات دي، فبالتالي هتعملي الفوطه بنفس الطريقه دي. بص يا ست الكل، هتجيبي فوطه زي دي كده لمؤاخذه، هتلم الشعر كده نظام ايه كحكه، وبعد كده هتلفيها على الشعر. طبعا هتبقى عندك فوطه كبيره، الفوطه الكبيره هتقدري تتحكمي فيها، هتسيبيها على الشعر خليها تسخن مش مشكله. طيب ما قدرتيش تعملي ده، ما قدرتيش تعملي ده، اي كيس عند حضرتك يا ست الكل وبنفس الطريقه كده اهو، كيس بتاع الاكل ايا كان، وهتربطي الشعر وهتحطي فوقيه طرحه، طرحه اللي انت تكتمي اكتر، هتسيبيه لمده قد ايه؟ من ساعه لساعه ونص. الكلام ده هيتعمل كم مره؟ كم مره في الاسبوع؟ لو تقدري تعملي مرتين خير وبركه، ما قدرتيش اعملي مره على مدار الشهر واتفرجي على شعرك واتفرجي على نعومته بفضل الله. فرد طبيعي 100%، مش هنقول طبيعي، هو صناعي المرهم، بس الزيت الجوز الهند حاجه كويسه معاه، والريفو طبعا غني عن التعريف في الوصفات، بس حطي المكونات دي مع بعض وامشي بنفس الخطوه، تاكدي ان شاء الله 100% هيجيب معاكي نتيجه فعاله. وبكده احنا خلصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسوناش بقى من اللايك والدعوه لله ودعوه لابويا وامي الله يرحمهم، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.